ازيكم يا اصدقاء، اهلا بيكم في فيديو جديد وانمي جديد، ويا رب يعجبكم وتعملوا لايك واشتراك ويلا بينا. بتبدا قصتنا مع طيارات حربيه بتدمر مدينه كامله وعماله تنزل عليهم قنابل وصواريخ زي الرز. الناس عماله تهرب يمين وشمال ومش عارفين يروحوا فين. ام وبنتها بيجروا، هما كمان بيدوروا على حته يستخبوا فيها، ولكن وفجاه حاجه بتقع على ام البنت دي وبتولع قدام عينيها. البنت مش عارفه تروح فين ولا تيجي منين ومحتاسه يا عيني. وفجاه شخص بيحرك ايده وبيلف النار حوالين البنت دي، والبنت بتتبخر في ثواني. كيف ولما يطوعك قلبك ان تقتل بنتا بريئه بهذا الشكل؟ في اثناء الوقت ده بهو في مدينه تحديدا بنشوف شاب ماشي وعمال يتامل في جمال خلق الله وبيقول ايه الهدوء الجميل ده، ما كنت تعالى يا حبيبي شوف النار اللي من شويه. المهم بنعرف ان الشخص ده اسمه ميكامي، وده عايش حياه عاديه زيه زي اي انسان، عنده 37 سنه، اتخرج من الكليه وشغال في شركه، ما عندوش صحاب غير اللي شغالين معاه في الشغل بس، ونفسه يتعرف على بنت ويحبوا بعض، ده حلم كل البشر يا عم الحاج. بيقابل صديق ليه في العمل عشان يعرفه انه ارتبط بواحده وناوي يتجوزها. الاحباط والغيره بياكلوه من جواه، لكن بيهنيهم وبيبارك لهم كمان. بيقرروا انهم يروحوا عشان ياكلوا في مطعم قريب من هنا، وهم ماشيين بيتفاجئوا ان في شخص بيجري على صديقه وماسك سكينه في ايده وعاوز يقتله. التكه بتشتغل عنده وبشكل غير ارادي بيروح يزق صديقه بعيد عنه، لكن الطعنه بتيجي فيه هو. لا عاش والله، موتت نفسك بدل صاحبك. المجرم بيهرب بعد ما بيطعنه. ميكامي واقع على الارض والدم عمال ينزل منه، بيروح صديقه عشان يلحقه، لكن بيكون فات الاوان. بيقول ميكامي ايه البروده اللي انا فيها دي، وبعد ما بيخلص الجمله بنلاقي شخص او حاجه صوتها زي صوت الكمبيوتر كده بتقول له لقد اكتسبت قدره مقاومه الحراره. ايه ده يا عم، انا مش فاهم حاجه. ده مش بس كده، ده ميكامي بيقول انه مش عاوز يموت، وبيظهر له نفس الصوت وبيقول له لقد تم اكتساب قدره مقاومه الطعن. وكل ما بيقول ميكامي حاجه يكتسب قدره زي اللي بيقولها. ميكامي بيودع صديقه في اخر لحظاته الاخيره، وبكل اللي بيكون همه انه مش مصدق انه هيموت وهو لسه سنجل. ايه ده يا جدعان، حد يخبط الواد ده بحاجه ويخلصنا منه بقى. في اثناء الوقت ده بقى بيظهر بوابه عليها رموز سحريه، والسماء عماله تضيء بانوار ونجوم تحفه الجمال، وكمان بيجي له اشعار انه اكتسب مهاره اضافيه وهي الحكيم. بيتحول لشكل ضوء ابيض وماشي في خط مستقيم، وفجأة بيقع الضوء جوه صخرة وبيظهر لنا ميكامي على شكل سلايم، وبيقول ايه ده، ازاي ده حصل، انا مش فاهم حاجة، يعني البشر لما بيموتوا بيحصل لهم كده ولا ايه بالظبط؟ بيفضل يتنطط في المكان وبيدور على اي حاجة تدل هو فين بالظبط، والغريبة ان اي حاجة بتخش جواه بتتحلل على طول. وهو بيتكلم مع نفسه فجأة بيظهر له كمبيوتر جواه وان اسمه الحكيم العظيم. بيسألها ايه المهارة اللي كل شوية عمالة تقولي لي عليها دي، بتعرفوا ان دي مهارة اكتسبها زي الطعن والموت ومقاومة الحرارة، وفي مهارة جديدة اسمها المفترس، وهو انه بيقدر ياخد اي حاجة جواه ويحللها ويكتسب قدرتها. وفي كل مره هياكل حاجه جديده جواها هتتحلل ويكتسب قدرتها زي الاعشاب اللي اكلها من شويه. فايدتها ايه وبتعمل ايه وبتنفع دواء ولا لا؟ بعدها بياكل كل حاجه قدامه، كل ما بياكل بيكتسب قدرات جديده. بيفضل يتنطط وياكل لحد ما فجاه بيخبط في تنين قدامه. بنعرف ان ميكامي ما بيقدرش يشوف ولا بيتكلم، لكن بتكون الحواس بتاعته عاليه جدا، عشان كده كان بيروح هنا وهناك براحته. بيفضل التنين ده ينادي عليه لكن ما بيردش عليه، وبيطلع التنين ان عنده قدره يقدر يسمع بيها افكار الناس، وبيعرف ان هو ما بيقدرش يتكلم او يشوفه. بيعرفوا التنين انه يقدر يديله قدره العين والكلام، لكن في شروط الاول لازم يعملها عشان يقدر يكتسب القدره دي. الشرط الاول انك ما تخافش مني وقت ما اديك العين، والشرط الثاني انك تخليك صديقي ونتكلم مع بعض طول اليوم. ايه يا عم الشروط دي؟ الشروط هي عباره عن قسم بين الشخصين ولازم كل الطرفين يقبلوا على الشروط دي. المهم بيقبل ميكامي على طول وبيقول له بص يا عم، انا حاليا هديك شويه سحر من عندي، وانت كل اللي عليك هتستنشق السحر ده وتدخله جوه جسمك. وفعلا بيعمل اللي قاله عليه وبيكتسب قدره السحر دي، وهو بيشكل السحر جواه وبيعمل عيون وبق للكلام. بيفرح جامد وبيفضل يتنطط، وفجاه بيبص فوق بيلاقي التنين في وشه، بيقول له تعالى، وبيروح له وهو مرعوب وخايف منه، وبيبدا يعرف نفسه ان اسمه تنين العاصمه فيلدورا، واحد من التنانين الاربعه اللي موجودين في العالم. وبيساله انت شكلك ليه كده، بيعرفه ان هو كان بشري لكن لما اتطعن ومات فجاه لقى نفسه كده. بيعرفه فيلدورا ان اول مره يشوف شخص تم خلقه من جديد، دايما اللي كانوا بينتقلوا من عالم لعالم ما بيتحملوش الانتقال وبيموت على طول الا القليل منهم، وانهم بيتنادوا باسم العابرين، ودي طقوس بيعملها ساحر وبيجيبهم للعالم ده وبيزرع فيهم شيطان وبيخليهم اداه في ايده، وكمان عشان ما يقدروش يعصوا امره. بعدها ميكامي بيفهم ان هو الوحيد اللي اتخلق من جديد، مش زي البشر اللي بيتنقلوا وبيجوا باجسامهم البشريه. بيساله ميكامي انت هنا قاعد لوحدك بتعمل ايه؟ بيعرفوا ان هو مختوم من 300 سنه لانه كان بيهاجم على قريه وبيدمر فيها، وفجاه ظهرت له واحده من العابرين دي واتغلبت عليه وحبسته هنا من 300 سنه، وكل شويه البلارات السحريه دي بتسحب طاقته السحريه وهيموت خلال 100 سنه. بعدها بيقرروا انه يكونوا اصدقاء مع بعض وبيلتمسوا مع بعض وبيحصل ضوء ساطع جدا. بيساله ميكامي مفيش حل اقدر اشيل الختم ده من عليك؟ بيقول له لا ما اعرفش. بيسال الحكيم هو مفيش حل؟ الحكيم بيتحلل بيانات الحاجز اللي عليه،
تعرفوا ان في حل واحد بس، وهو انك تقدر تاخده جوه جسمك وتفضل تاكل في الحاجز ده لحد ما يتعب. لكن المشكله ان طاقتك السحريه ضعيفه جدا. بيعرفوا في الدوره ان في طريقه لزياده قوتك السحريه، وهو ان اي حد بيمنح اسم للتاني بيتطور ويزيد قوته، وفعلا بيسموا بعض، واسم التنين تمبس واسم السلايم هو ريمور. وبنشوف ان قوته السحريه زادت بشكل كبير جدا، وبيقدر يلتهم التنين بالسجن بتاعه جواه. بعدها بنشوف في مملكه اسمها بروماندا، وفي اتنين من المسؤولين هناك قاعدين بيتكلموا عن اختفاء التنين في الدوره، وبيكونوا خايفين ليكون حرر نفسه ويرجع يهاجم عليهم تاني، ده لانهم ما يعرفوش ان اتاكل من حته سلايم. بنشوف بعدها ريمور وهو عمال يتنطط زي البطه، وبيدور على مخرج يخرج منه من الكهف ده، وبيبدا يطور من نفسه ويتعلم ازاي يستخدم قدرته، يعني زي الميه يقدر يحولها لنص لقاطع ويقطع بيها اي حاجه هو عايزها. وبيلاقي وحوش في الكهف وبيقدر يقتلهم وبياخدهم جواه وبيكتسب مهارتهم زي التعبان والعناكب وغيرهم من الوحوش. وهو ماشي بيشوف باب كبير جدا، وبيقولوا ان اكيد ده الباب اللي بيخرج بره الكهف. وهو واقف فجاه بيلاقي الباب بيفتح لوحده، وبيظهر قدامه ثلاث اشخاص من البشر وبيخشوا فيه. بنشوف ريمور وهو مستخبي واقف على جنب، وبيشوف العيال دي وبيكونوا مغامرين وبيستكشفوا المكانات الاثريه. وهم جم لما سمع ان فولدورا اختفى، وواحد منهم بيفعل تقنيه الاختفاء عندهم وبيمشوا جوه الكهف. بنشوف ريمور وهو بيخرج اخيرا من الكهف مرزوق اقسم بالله. بنشوفه وهو ماشي في الغابه وعمال يتنطط وعمال يتامل في الطبيعه اللي جنبه، وفجاه بيلاقي شويه وحوش قدامه رافعين عليه الاسلحه، بس بيكونوا خايفين منه. بيسالوه انت عاوز حاجه من هنا؟ بيقول اكيد انا هبقى صوتي واطي فلازم اعلي صوتي عشان يسمعوني. بيعلي صوته بترددات خفاش اكلها وبيكلمهم، لكن الصوت بيطلع عالي جدا. بيعرفهم بنفسه وانه اتشرف بمعرفتهم، وبيتعرفوا عليه هم كمان وبياخدوه معاهم للقريه بتاعتهم. بنشوف انهم قبيله اسمها الغبلن، بس بيكونوا ضعاف جدا. بيتعرف على الرئيس القريه بتاعتهم، وبيطلب رئيس القريه منه طلب بما انه قوي جدا انه يقتل كل الوحوش اللي جنبهم عشان كل شويه يهاجموا عليهم ويقتلوا فيهم، لان من وقت اختفاء التنين في الدوره وطاقته السحريه اللي كانت بتحمي المكان اختفت هي كمان، والوحوش بقت عماله تهاجم عليهم كل شويه. بيسالوا رومورو انت ليه خايف مني كده وعمال ترتعش؟ بيقول له بسبب طاقتك السحريه. بيقول له هي فين دي يا عم؟ بيسال الحكيمه انها توريه نفسه زي ما الناس بتشوفه، وبيتفزع لما بيشوف طاقته السحريه كبيره جدا ومنتشره في كل مكان. بيقول ايه ده، ده ليهم حق ويخافوا. بيقرر انه يسحب طاقته السحريه جواه. بنعرف بقى ان في 100 ذئب جنبهم وهم كل شويه عمالين يهاجموا عليهم، وكان في واحد من الغبلين كان قوي شويه عشان كان ليه اسم، لكن الذئاب كانت اكتر منه وقتلته. بيقول لهم هقدم لكم المساعده وهخلصكم من الذئاب، بالمقابل هتعلنوا الولاء ليا. الكل بيقبل على طول. في الوقت ده الذئاب بتيجي عندهم وبتهاجم عليهم، بيطمنهم ان هو هيهزمهم. بنشوف قائد الذئاب وهو عمال يشجع فيهم عشان هيهاجموا عليهم النهارده، وفعلا بيهاجموا عليهم، لكن بيشوفوا ان الغبلن عمل اسوار من الخشب عندهم، لكن برضه ما بيهتموش وبيهاجموا برضه. بنشوف الغبلن هم عاملين يضربوهم بالاسهم، وريمورو عامل خيوط رفيعه جدا بشبكه العنكبوت حوالين المكان، واي حد بيقرب بيتصاب منها. لكن قائد الذئاب ما بيعجبوش الكلام ده وبيغضب جامد وبيروح يهاجم عليه، لكن وفجاه ريمورو يا جماعه بيثبته بخيوط العنكبوت وبيعلقه في الهواء كمان، وباسلوب النصل القاطع بتاعه بيقطع رقبته. الله عليك يا سلايم وربنا. بيحاول يتكلم معاهم انهم رجعوا، لكن ما بيفهموش كلامه. ما طبيعي يا ابني، ازاي هيفهموا كلامك؟ لحد ما بياكل الذئب بتاعهم وبيقدر يحلله جواه وبياخد قدره الكلام بتاعتهم، وبيتحول لشكل الذئب اللي قتله، وبيكلمهم ان اي حد هيقرب من هنا هيقتله، وبيصرخ فيهم صرخه قويه جدا عشان يخوفهم. لكن وفجاه بنشوف ان الذئاب خضعت ليه وبقى تحت امره كمان. بيقرر ياخدهم ويعيشوا مع بعض، وبكده انتهت الحرب. بيجي تاني يوم وبيقسمهم لمجموعات ان كل شخص من الغبلن هيكون معاه ذئب، وبيتفقوا على كده. لكن بيجي ينادى عليهم ما بيعرفش ينادى عليهم بايه. بيسال رئيس القريه انت اسمك ايه؟ بيعرفوا ان الوحوش ملهاش اسماء، فبيقرر يسميهم كلهم، وبنشوف الفرحه على وشهم جامد جدا. بعدها بيقفوا صف واحد وبيبدا يسمي فيهم، وبيسمي الراجل الكبير ده ريغورد، والشخص ده ريغو، وده غوبته. لكن بعد ما بيسميهم كلهم فجاه بيفقد الوعي وما بيقدرش يتحرك تاني. بيحطوه الغبلن قدامهم وكل شويه يمسحوا فيه اكنه ازاز يعني. بنعرف بعدها ان اي حد بيسمي وحش او شخص بياخد جزئيات سحريه من عنده. بيعدي 3 ايام وريمورو بيصحى من جديد وبيكون اتعافى بالكامل. بيدخل عليه ريغورد وبيكون رجع شاب من جديد وصحته عالي العال. بنعرف الراجل ده ان كان رئيس القريه العجوز اللي كان من شويه ده، وبيقول ان الوحوش لما بتتسمى باسماء بيحصل لهم عمليه تطوير. وبيدخل عليه الذئب رانغو وبيكون اتطور هو كمان، وبهز الديل بيعمل عاصفه قويه جدا وبيدمر البيت اللي هم فيه كمان. بنشوف ان كله اتطور وبقى احسن من الاول. بيقعدوا مع بعض وبيحطوا ريمورو قواعد، ممنوع الخناق ما بينهم، وممنوع مهاجمه البشر، وممنوع التقليل من الاجناس الثانيه، وبيعين ريغورتو حاكم للغبلن. وبيشوف انهم ما بيعرفوش يبنوا او يعملوا لبس. بيسال مين اللي بيعرف يبني ويكون فاهم في الامور اللي زي دي. بيعرف ريغورد ان في اقزام في مملكه البشر وهم اللي بيعرفوا يعملوا الكلام ده، لكن المشكله انهم ما بيتعاملوش مع الوحوش كتير عشان بيخافوا انهم يعملوا مشاكل جوه المملكه. فبيقرر ريمورو ان هو هيروح مملكه البشر اللي اسمها دراغون عشان يشوف حد هناك يعلمهم ازاي بيبنوا. بياخد شويه من الذئاب ومعاهم الغبلن عشان هم اللي عارفين الطريق. بيوصلوا لمملكه دراغون وبيشوفوا ان في تفتيش عالي هناك جدا. بيخلي بقيه المجموعه تكون بعيده شويه وبياخد غبطه معاه بس. بيروحوا هناك وبيقفوا في الصف زيهم زي اي حد، لكن تأتى المشاكل من خلف الابواب. بيلاقي اللي بينادي عليهم وبيطلق عليهم اسم الوحش، وبيقول لهم يلا امشوا من هنا بدل ما هنكسركم. غبطه بيرتعش وبيموت من الخوف. بيقول لهم ريمورو امشوا من هنا انا مش عاوز مشاكل، لكن ما بيسمعوش الكلام. بيقرروا ان يتحول لشكل الذئب
عشان يحاربهم. بيحاولوا العيال دول انهم يضربوه بالسحر بتاعهم، لكن بيكونوا ضعاف جدا بالشكل لا يوصف، فبيديهم صرخه واحده بس بيطيرهم بعيد، وبيغمى على كل الناس اللي كانت واقفه كمان في الصف. وبتيجي الحراس وبتاخدهم للحبس بسبب انهم عملوا مشاكل قدام البوابه. وهم واقفين مع بعض بيجي شخص للحارس وبيعرفوا ان في منجم اتهد على العمال اللي كانوا فيه وكلهم متصابين ولازم يروح لهم دلوقتي. بعد ما بيسمع روميرو كده بيعمل لهم برميل جرعه سحريه عشان يشفوا المصابين اللي هناك، وبياخدوا الحارس بعد تردد شويه. بيجي الليل وبنشوف الحارس ده جاي ومعاه العمال وبيشكروه على انقاذ حياتهم، وبيخرجوا الحارس ده من السجن وبيقدم له اكله كمان كعرجون شكر. بيقول له انا مديون ليك ولو احتجت حاجه اقدر اساعدك بيها قول لي على طول. بيقول له في طلب واحد بس، هو ان عاوز اتعرف على حد يكون بيفهم في الحداده والبنى. بياخدوا الحارس ده وبيمشوا في مكان ما في المملكه، وطول ما هم ماشيين بيشوفوا حاجات جديده وبيكونوا معجبين بها جدا. وفي الاخر بيوديه عند حداد اسمه قايجين، وده احسن واحد في المملكه. بيشوف روميرو ان هو قوي جدا وبيصنع السيوف بطريقه حلوه وقويه جدا، وكمان بيلاقي الاشخاص الثلاثه اللي عليهم من شويه هناك، ودول بيكونوا اخوات كايجين غيرام مايرود دورد. بيعرفوا اخواتهم ان هو اللي انقذ حياتهم، فبيشكروا كايجين على انقاذهم وبيعرف منه سبب قدومه للمملكه، لكن في النهايه بيقول له ان هو مش هيقدر يساعده عشان هو مشغول جدا في عمل كميه سيوف طلبها منه الوزير لحد الان، ولحد الان ما صنعش غير سيف واحد بس، وباقي السيوف لسه ما خلصتش وهتخلص بعد اسبوعين. بيقول له لا دي سهله، بس هات السيف اللي صنعته. بيجيب له السيف وبيلاقي انه مصنوع باحجار سحريه وشكلها قوي جدا. بيدخله جواه وبيحلله وبيخرج له 20 سيف نفس الجوده يا ابن الصيعه. وبكده الحداد ما عندوش اي حجه تاني معاهم. بياخدوا كايجين في مقاهي ليلى عشان يستمتعوا كده، وبيكون هناك في بنات من الالف، وطبعا ريمور البنت بتاخده في حضنها، وبيكون هيموت من السعاده وبيقول خلاص انا مش عاوز ارجع عند الغوبلين دول تاني، حقك يا ابني والله. بتقول بنت ما منهم انها بتقدر تشوف شيء بسيط من المستقبل بقوتها السحريه، وممكن توريها هيقابل مين في المستقبل، وفعلا بتوريها البنت دي الاشخاص اللي هيقابلهم، وبيشوف انه هيقابل 5 اطفال وواحده كبيره معاهم. وهم قاعدين بيخش عليهم الوزير واسمه بيستا، وبيقعد يتنمر عليهم شويه وبيطلق على ريمورو شويه خمره، لحد ما كايجين بيغضب جامد وبيقوم يديله في وشه وكمان ضربه زياده من عنده. بعدها بيجي الجنود وبيقبضوا عليهم كلهم وبيقعدوا كلهم مع بعض في السجن. بيبدا كايجين يحكي له حكايته، انه كان قائد في المنظمه السابعه للفرسان الملكيين وكان بيستا المساعد بتاعه، لكن عشان بيستا كان من عائله نبيله كان حاقد عليه ان في واحد من العاميه اعلى منه برتبه. وفي يوم بيستا كان بيصنع جندي الي بس يكون عنده قوه سحريه زي بقيه البشر، ولكن المشروع فشل واتدمرت القاعده تماما. طبعا بيستا رمى عليه اللوم كله ولف شهاده تزوير ان هو المسؤول عن كل اللي حصل. بعدها تم طرده من الجيش ومن رتبته كمان. بيقول ان هو بعد تفكير طويل قرر انه هيسيب المملكه عشان يبدا حياته من جديد، وبيطلب من روميرو ان هو يروح معاه، وكمان اخواته الثلاثه بيقرروا يروحوا معاه هم كمان. بيجي تاني يوم وبيروحوا كلهم لقاعده المحكمه وبيحضر الملك شخصيا. بيقول بيستا ان هو كان قاعد في امان الله في احد المطاعم ودخل عليه كوجين ورجالته وضربوه وكسروه كده، وكمان المحامي اللي موكلينه عشان يدافع عنهم بيستا رشاه وخلاه يقول نفس الكلام هو كمان يا ابن الصرمه. بعدها المحكمه بتقرر وبتحكم عليهم انهم هيشتغلوا في احد المناجم لمده 20 سنه، لكن وفجاه الملك بيوقف كل ده وبيسال كايجين انت مهتم ترجع تاني لصفوف الجيش ولا لا، وشكلهم كده عارفين بعض من زمان وفاهمين بعض. بيرد كايجين عليه وبيقول له لا، لانه اقسم على انه يروح مع الشخص ده المملكه بتاعته عشان يساعدهم هناك، لكن الملك بيبص له كده وبيؤمر بنفيهم كلهم من المملكه، بس بيكون الملك حزين عليه. الملك طلع شخص طيب وبيحب العداله. بعدها بتخلص المحكمه، بيقف بيستا والملك ورئيس المحكمه وبيعرفوا الملك ان بتصرفاته كده خسر اهم جند عنده. الملك طلع عارف كل حاجه عن المشروع اللي اتدمر من فتره وعرف ان بيستا هو اللي كان السبب، لكن احترم رغبه كايجين انه يمشي من المملكه، بس هو كان مستنيه ان هو يعرفه كل حاجه لكن برضه ما قالوش اي حاجه. وكمان بيعرفوا ان خسر شخص قدر يصنع علاج للشفاء بنسبه 100%. بيستا واقف مش مصدق وبيقول احنا عملنا كل حاجه وما قدرناش نصنعه بالكامل كده، وكل اللي قدرنا نصنعه هو 98% بس. بيقول الملك ان التصرفات دي مش هيقدر يتعامل مع الشخص ده تاني، وبيطرده بره وبيقول انه مش عاوز يشوف وش مره تانية. بعدها بيودع كايجين اصحابه وبيمشوا في طريقهم هم كمان، وهم ماشيين بيسمعوا ان في بنت من العابرين وداخلها شيطان وعماله تدمر في الغابه كلها، وبيحاولوا انهم يجروا باسرع ما عندهم عشان يشوفوا فيه ايه يا ترى، ايه اللي هيحصل، وهل البنت دي من العابرين ولا لا، وهل هيقدر ريمور يواجهها ويتغلب عليها بقوه الشيطان ده. كل ده هنعرفه في الحلقه الجايه. ما تنسوش الاشتراك واللايك، واهم حاجه اللايك يا جماعه عشان انتوا بقيتوا كسلانين زياده عن اللزوم قوي بصراحه، وكمان ما تنسوش التعليق هل نكمل في القصه دي ولا لا، وما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.